يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسبيح بعد الصلاة المفروضة أو غيرها بواسطة المسبحة؟ إن كان يتخذها دينا ويعتقد أن فيها بركة وأن هذا مشروع هذا بدعة، أما إن كان يريد عد التسبيح لئلا يغلط مثل ما يعد بأصابعه أو بالحصى فلا بأس، اتخذ هذا من باب المباح فقط فلا بأس، أما إن اتخذه من باب السنية فهذا بدعة ولا يجوز. نعم، وهذا عند الصوفية هم اللي يلتزمون بالسباح وكبار يعلقونها على أعناقهم، وهي من شعار الصوفية إذا اعتقد فيها أن فيها بركة وأن شعار العبادة. نعم.